أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. نناقش اليوم التوتر الذي يتركه طرح موضوع مزاعم الإبادة بحق الأرمن وانعكاساته المستقبلية على العلاقات التركية الأرمينية. لماذا تنحاز تصريحات كثير من المسؤولين الغربيين للرواية الأرمينية في أحداث عام 1915؟ وأين الحقيقة التاريخية والإثباتات في هذه الرواية حتى يومنا هذا؟ لماذا تثار أحداث 1915 في الذكرى السنوية لها التي تطالب أنقرة ببحثها تاريخياً؟ ماذا يعني استخدام عبارة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالمزاعم الأرمينية قانونياً وسياسياً؟ ما الموقف التركي من كل من يستخدم هذه العبارة؟ لماذا يتم تسييس القضية ولا يتم الدفع لبحث هذه القضية تاريخياً؟ من يسعى لتسميم العلاقة مع أنقرة؟ وما معنى أن تتجه دول لاتهام دول أخرى بتنفيذ حملات إبادة دون توثيق أو إثبات، بينما تتجاهل الاعتراف بحملات الإبادة المثبتة التي ارتكبتها هي بنفسها كما فعلت فرنسا والولايات المتحدة؟ لماذا لا يتم الحديث عن ممارسات العصابة الأرمينية بحق الأتراك والأكراد المسلمين على حد سواء في مدينة وان التركية؟ ألم يستعرض باحثون بالأدلة إحراق مسلمين أحياء وقتل ما لا يقل عن 15,000 مسلم في يوم واحد على يد العصابات الأرمينية؟ سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة مع ضيوفي. من إسطنبول، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون الدكتور برهان كوروغلو. من أنقرة، الباحث والكاتب والمؤرخ التركي شكرو ألتون. من باريس، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور صلاح القاتلي. نبدأ نقاش بحول الله بعد التقرير. قبل ساعات من ذكرى ما يعرف بأحداث عام 1915، اتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن على توسيع التعاون بين البلدين وعقد لقاء ثنائي على هامش قمة النيتو المرتقبة في يونيو المقبل، بحسب بيان للبيت الأبيض أعقب المكالمة. وخلال الاتصال الأول بين أردوغان وبايدن منذ تولي الأخير سدة الحكم، أعلن الرئيس التركي أهمية حل القضايا العالقة بين الطرفين مثل وجود زعيم تنظيم جولان الإرهابي في الولايات المتحدة والدعم الأمريكي لتنظيم PKK الإرهابي في سوريا. صحيفة بلومبرغ الأمريكية أشارت إلى أن بايدن سيستخدم مصطلح الإبادة الجماعية لوصف أحداث 1915. وتعليقاً على هذه الأخبار، أشار وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إلى أن تصريحات بايدن المحتملة لن تكون لها قوة قانونية، وحذر في الوقت نفسه من أنها ستعقد العلاقات بين البلدين، فيما أكدت الرئاسة التركية مواصلة دفاعها عن الحقائق في مواجهة ما أسمته الافتراء لدوافع سياسية. واعتبر المتحدث باسمها إبراهيم كالين أن استغلال أحداث 1915 لا يخدم الماضي ولا الحاضر. من جانبها، تدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيداً عن الصراعات السياسية وحل القضية عبر منظور ما تسميه الذاكرة العادلة، من خلال إنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمنة وخبراء دوليين. سناء المهداوي،
TRT عربي. دكتور برهان كوروغلو، بدأ النقاش معك. ما معنى برأيك أن تثار أحداث 1915 في الولايات المتحدة والغرب كل عام في مثل هذا الوقت؟ يعني ما وراء انحياز القوى الاستعمارية للرواية الأرمينية؟ أولاً إذا نظرنا إلى التاريخ، طبعاً كلنا نعرف أن كان خاصة في الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية كان هناك أطماع دول أخرى مثل روسيا، مثل الدول الأوروبية، لتقسيم هذه الدولة وانتهاء منها. لذلك دعموا هذه العناصر الموجودة داخل تركيا مثل أرمن من أجل يعني قيام ضد الدولة، قيام ضد المواطنين الآخرين في الدولة العثمانية. وطبعا قام هذه يعني العصابات الأرمنية بقتل وتهجير الظلم بكثير من جيرانهم الأتراك والأكراد. لذلك تركيا تدخل كدولة عثمانية، تدخل لحل المشكلة بين الطرفين، ويعني هجر جزء من الأرمن من المناطق التي فيها خطر. هذا طبعا أرقل جهود هذه الدول لتقسيم تركيا، شرق تركيا. لذلك منذ تلك الفترة الدول الأوروبية طبعا زعلان على تركيا، فرنسا وبريطانيا من هذا القبيل. هذا يعني محاولات لإعلان كأنه هذه مجزرة طبعا أولا ليس لها أو أصل تاريخي. لذلك تركيا تدعو هذه الدول إلى أن نجلس على الطاولة، وأكاديميين يجلسون ويناقشون. كل هناك آلاف، مئات الآلاف من الوثائق والأدلة تشير على أن هذا ليس إبادة جماعية، لأنه أي مجزرة وإبادة جماعية معناته هناك قتل تنظيمي من طرف لطرف آخر، ولكن هذا لم يحدث تاريخيا. صار هناك اقتتال بين الطرفين، ولكن هذا لا يمكن أن نعتبرها إبادة جماعية. لذلك تركيا تدعو لكل المجتمع العالمي والمؤرخين والخبراء على أن تناقش هذا الأمر بشكل علمي. هذه قرارات الدول الأوروبية كلها قرارات سياسية. لما يرون أي اختلاف بينه وبين تركيا أو تضارب المصالح يستعملون طيب. هذه لو تحدثنا عن المساعي التركية لحل هذه المشكلة دكتور برهان، وأطلعنا المشاهد عليها، ما أبرز المحاور التي تسعى أنقرة لإثارتها وعرضها لحل هذه المشكلة؟ يعني مثل ما قلت، أول شيء تركيا تدعو العلماء، لأن هذا القرار لا يمكن يخرج من البرلمانات الذين ليس عندهم أي علم في هذا الموضوع. هناك علماء أتراك وهناك علماء غير أتراك، حتى أمريكيين يقولون هذا ليس مجزرة، هذا قتل من طرفين، وقتل فيها يعني آلاف الأتراك، وطبعا الأرمن كذلك. هذا طبعا مؤسف، تركيا لا يأسف على ذلك، ولكن هذا لا يمكن نعتبرها مجزرة أو إبادة جماعية، لأنه تترتب عليها أشياء أخرى. هذا ما يطمع إليه ما يسمى بهذه يعني جماعات الأرمنية خارج أرمينيا، وهناك طبعا ضغوط لوبيهات أرمينية يستفيدون منها ماليا، ويستفيدون منها يعني لثقلهم في هذه البلاد. ولكن في النهاية الحقيقة يغيب، وهذه الدول التي تدعم هذه المحاولات طبعا ينسون أنهم فعلا هم قاموا بمجازر، مثل فرنسا، مثل أمريكا قاموا بمجازر. كيف نتحدث الآن أمريكا لا يوجد هناك أي عناصر يعني من تاريخ أمريكا القديمين، وكيف نتحدث عن الجزائر، بينما تركيا تقول بكل صراحة أهلا وسهلا الآن كل يعني أرشيفات، حتى أرشيفات غير تركية والروسية وبريطانية تدل على أن هذه ليس مجزرة. هذا القرار السياسي، ويراد منها أن يعني يعرقل جهود تركيا أن تصبح يعني ذات سيادة قوية في منطقتها، وعندها طبعا أكيد أهداف المستقبلية، وطبعا ضغط. نعم، يعني يراد للقضية أن تسيس. طيب، أنتقل للأستاذ المؤرخ شكرو آلتون. بما أنك مؤرخ، نريد أن نفهم القضية يعني من باب التاريخ. هناك خلط في الروايات ودعم كبير إعلامياً وغربيا للرواية الأرمينية فيما يخص أحداث 1915. لو تشرح لنا باختصار المشكلة الرئيسية في هذه الأحداث.
في عام 1915 هذه المزاعم الأرمينية كانت مبنية من أجل تقسيم وتجزئة الأناضول وجغرافية الأناضول، وبالتالي الحصول على قطعة أو مساحة أرض وبالتالي ارتكاب هذه المجازر. ولكن مع الأسف الآن هنالك بعض الدول الغربية التي تقوم بتقديم الدعم للأرمن من أجل وضع مشاكل وعراقيل أمام تركيا وبالتالي حصول هذه المجازر. كما تفضل ضيفكم أن هذا الأرشيف، الأرشيف التركي والأرشيف العثماني موجود، وتلك الأعوام موجودة في الأرشيف والوثائق والأدلة الموجودة، وهذه الأدلة والوثائق هي موجودة باللغات الثلاثة، اللغة العثمانية، اللغة التركية واللغة الإنجليزية، والأرشيف مفتوح. ولكن كما تعلمون أن الدول الغربية تحاول إحاكة التاريخ وفق ما تشتهيه، وفق ما تهويها، وتحاول تسييس كل أمر وخصوصا الأمور المتعلقة بتركيا، وبالتالي إحاكة المؤامرات ووضع تركيا في أزمة. العديد من الوثائق موجودة حتى عائدة إلى الجيش العثماني، وجميع هذه الوثائق تبرهن عدم حصول أي مجزرة عامة أو تطهير عرقي ضد الأرمن. طيب، ما هذا الكتاب الذي تحمله لو سمحت أستاذ شكرو؟ الكتاب الذي تحمله عما يتحدث؟ هذا الكتاب هو مهم جدا، وتم إصداره من قبل هيئة الأركان التركية، وتضم جميع الوثائق والأدلة التي تبرهن خطأ المزاعم الأرمنية. لو تشرح لنا أبرز ما فيه باختصار لو سمحت. في هذا الكتاب وفي عام 1915 هنالك وثائق يثبت بأن الأرمن قاموا بارتكاب مجازر عامة ضد المسلمين في معركة تشانقالي. هذا بالإضافة إلى العديد من الوثائق الأخرى التي تبرهن بأن روسيا قد قامت بتقديم الدعم وتقديم السلاح للأرمن، وبعد انسحاب روسيا هنالك العديد من الوثائق أيضا تؤكد بأن الأرمن قاموا بهذه المجازر الجماعية والتطهير العرقي ضد المسلمين في الدولة العثمانية، وبالتالي إن الغاية من هذه الضغوطات على تركيا هي تقسيم تركيا، وكانت لهم أيضا أهداف بتقسيم الدولة العثمانية. طيب، السؤال الذي يطرح أمام هذه الأدلة وهذه وهذا الأرشيف، يعني الأرشيف موجود، ما قيمة الرواية الأرمينية من حيث الحقائق التاريخية إذن؟ في الحقيقة إن هذه الادعاءات الأرمنية لا توجد هنالك أي وثيقة أو أي دليل حتى بيد الأرمن، على العكس تماما، إن هنالك العديد من الوثائق أيضا موجودة لدى الأرمن ولدى الدولة العثمانية والدولة التركية حاليا عن ما قامت به العصابات الأرمنية ضد المسلمين حتى في الجوامع والمساجد. وإن إنكار هذه الأدلة وهذه الوثائق دليل على أنهم لا يملكون أي شيء ويريدون فقط إحاكة مؤامرات سياسية من أجل إدخال تركيا في معمعة وأزمة دولية. ندعو الجميع لفتح والعودة إلى هذا الأرشيف وهذه الوثائق، وتركيا العودة للأرشيف والوثائق، هذا ما تدعو إليه تركيا. وأنتقل للدكتور صلاح، نبقى في هذه النقطة. إذن أنقرة كما تبعت دائما تطالب بإجراء بحوث تاريخية في الأحداث عبر ما تسميه الذاكرة العادلة، من خلال إنشاء لجنة مشتركة تضم أراخين أتراك وأرمن، خبراء دوليين كذلك. لماذا لا يجد طلبها هذا الصدى دكتور صلاح؟ كأنه يراد للقضية أن تسيس لا أن يفصل فيها تاريخيا بطريقة عادلة. مساء الخير سيدتي الكريمة، مساء الخير كل المشاهدين، ورمضان كريم للجميع.
أقول بداية أن القضايا هذه القضايا هي بالأساس قضايا إنسانية، فلا يمكن أنها من الناحية المبدئية أن تخضع للتسييس، وكذلك هي قضايا تاريخية بما أنها قضايا علمية فليس مجالها ولا من يحكم فيها هم الساسة والبرلمانيون. لذلك الحصول على نتيجة حقيقية هي بالأساس تمر من مسارين اثنين، المسار الإنساني والذي يعني أن هناك انحياز، ليس هناك تحيز لطرف دون آخر ولكن هناك انحياز للحقيقة. من الناحية العلمية أن هذا العمل هو عمل الخبراء وعمل كذلك المؤرخين. الغرض من تسييس هذه القضايا هي قضية المناكفات السياسية. نحن نعلم بأنه لو أخذنا آخر القرارات التي اتخذت في الكونغرس سنة أكتوبر 2019 والذي أقر بأن هناك إبادة جماعية للأرمن، لكن الإشكالية التي هي مطروحة أن التوقيت الذي جاء في هذا القانون لم يكن يخضع لمعايير أخلاقية ولا لمعايير مبدئية بقدر ما كان يخضع إلى باب مناكفات سياسية مع تركيا في ملفين أساسيين، حينما رفضت تركيا أن تبقى يعني في نوع من الضعف الاستراتيجي وعدم حصولها على منظومة باتريوت التي رفضت الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء تركيا في الناتو أن يبيعوا لها ذلك، فهي توجهت نحو روسيا من أجل الشراء الأس 400، وهذا الذي جعل الأمريكيين غاضبين، وكذلك تدخل تركيا في شمال سوريا ومنع قيام الكيان الكردي الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية، فترد الولايات المتحدة الأمريكية ورد الكونغرس بالموافقة على هذا القانون. والدليل الثاني على أن هناك مناكفة سياسية هي ازدواجية المعايير. حينما تتكلم فرنسا عن إبادة الأرمن، فرنسا يعني دولة يعني آخرها قضية رواندا. دعونا نرجع حتى إلى الحرب العالمية الثانية، مئات الآلاف من الجزائريين هم الذين حرروا فرنسا. بماذا كفأتهم فرنسا؟ كفأتهم بمجازر في خراطة وسطيف وقتلت 45 ألف في 48 ساعة. في الوقت التي كانت فرنسا تحتفل بالانتصار على ألمانيا النازية، كان الجزائريون أبناء الذين حرروا فرنسا، كان إخوانهم وأبنائهم وأبائهم يقتلون في شوارع الجزائر ويرمون في أوديتها. طيب لماذا تتجه هذه الدول التي قتلت؟ نعم، هذه الدول لاتهام دول أخرى بارتكاب إبادات دون أدلة، بينما تتجاهل فعلتها كما تفضلت الآن، هي في إبادات مثبتة تاريخيا وبالأدلة، ربما لا يزال ضحاياها لحد الساعة يعانون مثل الذي فعلته فرنسا في الصحراء الجزائرية وغيره. يعني السؤال، هل يحق للدول الاستعمارية الحديث عن الإبادة الجماعية خصوصا الولايات المتحدة وفرنسا؟ هل يحق لها الحديث أصلا؟ لا يحق، لكن في مبدأ، من خلال مبدأ ديمقراطي ومبدأ أخلاقي، أنه حينما فرنسا تعترف إلى حد الآن، البرلمان الفرنسي في الوقت الذي يتكلم عن قانون تجريم يعني حتى هو إثبات أن هناك حول هذه القضية الخلافية التي هي قضية مجازر الأرمن، بأن هناك مجازر حقيقية وإبادة حقيقية، في الوقت ذاته يصوت على قانون الحضور الإيجابي لفرنسا في الجزائر. أي حضور إيجابي؟ 132 سنة من المجازر، من التهجير، من المحتشدات، من القتل، من سلب ثروات الجزائريين، من ضرب هويتهم. يعني نفس البرلمان يعتبر 132 سنة من الإبادة في الجزائر حضور إيجابي، وقضية خلافية حول مجازر الأرمن على أنها إبادة جماعية، بما أن هناك لا يوجد مبدأ أخلاقي يتبع في هذه المسائل بقدر ما توجد مناكفة سياسية. هناك لوبيات ضاغطة في هذه الدول، وللأسف أن الآن القرارات والبرلمانات خاضعة لهذه اللوبيات. والأمر الثاني كما قلت هي المناكفات السياسية، كلما يختلفون مع تركيا يخرجون ملف الأرمن. والإشكال الأكبر من ذلك والذي تنساه هذه الدول أن هناك توتير للعلاقات بين شعوب ودول المنطقة. نعرف الآن أن هناك بين أذربيجان وبين أرمينيا وبين تركيا هناك توتر في المنطقة، حينما تقرر قوانين مثل هذه أو يتكلم بايدن عن مجازر جماعية. أعود لك بعد قليل لو سمحت، من الجزء الثاني من النقاش. الدكتور برهان، لو تحدثنا عن المواقف التركية، ما هي مواقف الأحزاب من هذه القضية، خصوصا أن هناك تصريحات للمعارضة تهاجم المواقف الغربية حول توصيف أحداث 1915 بالإبادة الجماعية؟ يعني طبعا أولا بالنسبة لهذه القضية، طبعا قضية وطنية، بمعنى أنه أولا لا أحد في تركيا الذي عنده وجدان ضمير يقبل هذا الهجوم على تركيا.
مثل ما قال ضيفكم هذه قضية أصبحت سياسية ولم يعد قضية تاريخية. تركيا بصراحة في البداية يعني قبل 20 سنة أو 30 سنة لم يكن يهتم، لأنه لم يكن عنده أي أصلا في النهاية يعني في التاريخ أي مشكلة. ولكن لما صار هذا الهجوم على تركيا، تركيا رجع إلى أرشيفها وأخرج كل ما هو لديها، ومثل ما قال ضيفكم نشر جزء منها، وهناك جزء ما زال موجود مطروح الآن. يعني هذا الموقف، لذلك الأحزاب المعارضة لتركيا أو الأكاديميين كلهم يعرفون أن هذه الحقيقة ليس لها حقيقة. الذي حدث، نحن أولا طبعا نعرف أن الإمبراطورية قد انهارت، وصار هناك خيانات داخل الدولة العثمانية بما فيها عصابات أرمنية. أنا لا أقول أن كل الأرمن، لا، هناك أرمن إلى الآن يعيشون في تركيا، إلى الآن يفتخرون بأنهم جزء من المجتمع التركي، ولكن كان هناك عصابات، دولة حاربت ضد العصابات. ولكن طيب دعنا في هذه النقطة، في نقطة عصابات الأرمنية، وأنقلها للأستاذ شكري. نشرت سابقا عدة مواقع دراسات عن حملات إبادة بحق مسلمين أتراك وأكراد من طرف عصابات أرمينية في مدينة وانا التركية على سبيل المثال طبعا. هل هذه الوثائق صحيحة ومثبتة، وهل تم بحث يعني فيها مع جهات غربية؟ نعم، إن الأرمنيون وفي الماضي في عام 1909 كان هنالك العديد من بمثابة الانقلابات العسكرية والعصابات الأرمنية التي كانت تصول وتجول في المناطق الشرقية والجنوب الشرقية، والأدلة والوثائق موجودة، وأعتقد بإمكاني أن أشبهها بأنها كتنظيم PKK الإرهابي. إن العصابات الأرمنية كانت تقوم بقتل رجال المسلمين والتعدي على شرف النساء وقتل الأولاد وارتكاب مجازر جماعية ودفن هؤلاء في المناطق الشرقية والجنوب الشرقية، وإلى الآن هذه القبور موجودة. نعم، لم يفتح جميعها، ولكن جميع الهياكل العظمية والعظام موجودة في هذه القبور، بالإضافة إلى الأشياء التي كان يرتديها المسلمون آنذاك، أي إن أيادي الأرمنيين ملطخة بدماء المسلمين في تلك المنطقة، ولكن الدولة العثمانية لم تمارس ولم تقوم بمجازر جماعية أو تطهير عرقي. لكن هنالك بعض العصابات واللوبيات الأرمنية تقوم بالحصول على أوامر من دول غربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إحاكة هذه المؤامرة وتطبيقها بشكل عملي على الأراضي التركية. دكتور صلاح، لو سمحت أستاذ شكرو، نعم، استمعت لضيفي. إلى أي درجة تتأثر مراكز صنع القرار بضغط اللوبيات الأرمينية الموجودة في فرنسا وأمريكا؟ هل يعني هل السياسات هي من تستثمر هذا اللوبي للضغط على أنقرة أم العكس؟ نعم، بداية سيدتي، هنا نعرف أنه الكلام الكثير في العالم، يعني في العالم العربي وفي العالم بين قوسين النصف الجنوبي من أنحاء الكرة الأرضية، الشعوب تعتقد بأن الديمقراطيات هنا في أوروبا هي ديمقراطيات يعني مثالية وأفلاطونية، بمعنى أن هناك أن الشعب الذي يحكم وأنه لا توجد تضارب مصالح. هناك تضارب مصالح كبير، هناك جماعات ضغط، هناك لوبيات مصالح موجودة في السياسات هنا في الغرب، والدليل على ذلك حتى الإعلام هنا في فرنسا يحكمه 10 من رجال الأعمال، يعني رجال الأعمال هم الذين يحكمون حرية الصحافة هنا في أوروبا لو أخذنا كمعيار فقط. القضايا السياسية نفس الشيء، تخضع لجماعات التي موجودة في خانتين أو في دائرتين اثنين. أولا الدائرة السياسية، إذا كان لديك برلمانيين من أصول أرمينية ومن أصول تركية ومن أي أصل آخر يستطيعون أن يؤثروا في قضية ما ويعني يرجح كفة الميزان لصالح هذه القضية أو تلك. هناك نقطة ثانية والتي مهمة جدا هي قضية المال. الكل يعرف بأن هنا تداخل كبير هنا في الديمقراطيات الغربية، والذي يريد أن يقرأ كتابات نوام تشومسكي أو أي كتابات أخرى تتكلم عن هذا التداخل وتضارب المصالح الموجود، أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية وانحياز إلى قيم الإنسان
الإنسان وإلى حقوق الإنسان وإلى الحقائق التاريخية والحقائق الإنسانية بقدر ما هناك خضوع لهذه المصالح النساسة، يخضعون لأصحاب هذه المصالح سواء كانت لديهم انحازات إيديولوجية أو أنهم يرغبون في إبقاء علاقات مع رجال الأعمال وعالم المال وعالم واضح. المال وعالم المال الاستفادة منه في الحملات الانتخابية وفي كذلك البقاء في سدة الحكم. شكرا جزيلا لك من باريس الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور صلاح القادري. الشكر لضيفي من أنقرة الباحث والكاتب والمؤرخ التركي شكري ألتون، والشكر لضيفي من إسطنبول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون الدكتور برهان كوروغلو. والشكر موصول لكم مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة، نلتقي في حلقة جديدة بحول الله، في أمان الله.